كانوا كيحضروا عليا بزاف، ما غاديش ناخد شي وحده من العائله كاع. بجسد طفل صغير وبعمر شاب ناضج تحدى إدريس إعاقته الجسدية والحركية. هو شاب توقف جسده عن النمو وتغيرت ملامحه عند بلوغه 4 أشهر من عمره، فبات اليوم يكابد في صمت رهيب مشاكل صحية بالجملة وأخرى نفسية تمنعه من البوح بما يخالج صدره. وعلى الرغم من أن إعاقته أصبحت أكبر عائق في وجه سعادته ومنعته من أن يعيش حياة طبيعية، إلا أنه لا زال يعيش على أمل الزواج وتكوين أسرة. اسم ديالي إدريس البزير، أصل ديالي متيزنيت، حاليا كان في مدينة الرباط، سن ديالي 120 سنة، والإعاقة ديالي مسمحش ليا نبقى نخرج برا بزاف، الناس تيشوفو فيا شوفة ناقصة. السمع وشوف عندي السمع ناقص شوية، ملي هما دابا هادو ولا مدرتهمش في الودن ديالي ما تسمع والو. العملية على المرارة، لأن عندو الحجر عندو بدا كيكبر بزاف، خصو يحيدها. الطبيب ديال طب عام قال لك خاصو يدير المرة العملية، وملي شفنا التحاليل وهذا قال لك بأنه ما يقدرش يديرها له لأنه إدريس ما عندوش إمكانيات ديال البنش. الأب ديالي ومن الأم ديالي عائلة وحدة، عائلة وحدة، الأب تيشيل الأم ولد خالها، والأم تيشيل بنت عمتهم. شوفوا فيا الناس تيبانو لي تيضحكو ولا هكا، تنقولهم وقيلا تيضحكو عليا ولا شي حاجة، ما عقلتش تنبغي كاع نخرج الشارع بزاف، أغلبية تنجلس غير في الدار. طلع لك كنت باغي نخرج شي بلاصة، هي الوليدة تقربني ولا الأخت ديالي ولا الوليد حتى هو. ملي كيخرج هكا مثلا الزنقة، كيكون خارج هكا كيدور كيشوف الناس كيشوفوا فيه وكيستغربوا، ولا مثلا غير الدراري الصغار كيكونوا دايزين تيقولوا له يا ماما شوفي راجل، راه دري صغير عنده الحياة عنده هادي وبحال راجل صغير بحال هكا. ملي كنجيو الدار هكا تيمشي كيجلس في القنت صافي، كيتكا وكيجلس كيبدا يفكر يخمم كيسهى، ما كيبقاش عارف شنو. تتشوف فيه سمي كنهضروا معاه تنقولوا مالك شنو هذا، تيقول لك والو صافي والو. ملي تنخرج من عند الطبيب تقول لي ما عندكش اعمال ولا شي حاجه، تفكر في شي حوايج نديرهم براسي بحال انتحار ولا شي حاجه بحال هكا. كل الوالدة تتعتقني شحال من خطرة، مرة غيبت فيها و دارتني للسبيطار و هي اللي تعتقني. أول حاجة ملي كنا كندوه مدرسة كيشوفوه ما كيقدرش يتمشى، خصني ضروري اللي يهزو. ملي كنهزوه كيبان بحال وليد يلاه عنده عامين، يعني الطول ديالو كان من الصغر ديالو كان باين. ما كنحطو هكا في المدرسة، ملي كنديه حتى ديك الساعة كان معاه في المدرسة كنحطو في المدرسة في القسم ديالو هكا، كيبقاو كلشي الدراري كيشوفو فيه بسخرية وكيعايروه كيقمعوه. ما حتى من الأساتذة والمعلمين اللي كانوا كيقريوهم مكيعطيوهش شي اهتمام، مكيعطيوهش أنه باين ديما داك النقص ديال الإنسان معاق من إنسان طبيعي. الحلم اللي حلمت فيه هو نرسم، الحمد لله تنرسم شي شوية الحمد لله. نحلم بيه نقرر نكون سعيد في حياتي ونشوف شي بنت الناس قبل عليا ونقبل عليها تلاميذ، تكون عندي شي حاجة مزيانة نبرع بها عائلتي. اختبات له مرة واحد الوالدة واحد البنت وما بغاوهاش ليه، لأنه قالوا كلا كيفاش إلا جوجناها ليه خصها تبقى مقابلة تدي مثلا، لأنه إلا ما دوشتيش ليه ما يدوش، ما يهزش راسو يحطها فوق يدوها كيحطها فوق راسو وما كيقدرش عليها، وما بغاوش رفضوه. كل واحد يتبنى يدير الأسرة ديالو تواجه يشوف مستقبل ديالو كلش،
كنا كنوصل ليه وكنا كنتزوج وعندي الاسره ديالي. الخوت كاملين داروا حياتهم، حياتي غطي على هكاك، ما عندي كي غندير نخرج ولا شي حاجه، نعاون براسي شي حاجه.